عسلامة ومرحبا بكم بحذانا في الكوجينة، البرنامج اللي اقترح عليكم كل نهار دبارة سهلة، دبارة ما تتكلفش، دبارة اوريجينال. اليوم معايا اسلام، اسلام الشعري، اللي هي سي اون انستغراموز بلوغوز فود، مغرومة بالماكلة وتهبط كل شيء على الباج فيسبوك نتاعها. اسلام الشعري، اليوم شنو باش نعملوا اسلام؟ اليوم باش نعملوا غراتان تاع كريب. اي سهلة على الاخر، جوست نحضوا كعبات الكريب، نحطوا الفارس مالح معناه، اي نحطوا الفارس نتاعنا ونحطوا لها صوص بشاميل وفلفل. تخيل باش تاكلها واحده. دونك عندنا الكريب، الكريب باش نحضروهم باللي بريباراسيون فانواز نتاع الكريب. فما هذوما الماكسي اللي يعملوا حتى 24 كعبه، والا الصغار اللي يعملوا 12 كعبه. دونك نخليك على الباكو، لازمك تزيد نص شيتر حليب، نص حليب وعظمه وعظمه اكاهو اكاهو، ومن بعد تخلط كل شيء. وهاو هوني عندك، جبت لك الباتور، وهكا الفتا كريب نتاعنا ما عادش تصعب عليك وما عادش تصعب على حتى حد، خاطر ما اسهلش ما منها لا ترتاح لحد شيء. انا اونتخ طون باش نحضر الصوص بيشاميل. الصوص بيشاميل يا جماعه هي من اساسيات الطبخ، دونك لازمكم تتعلموها على قاعده صحيحه. شوفوا قد الفرينه قد الزبده، 30 غرام فرينه 30 غرام، انا باش ناخذ جولدينه هوني، وعليهم نص إيترا حليب بارد، مهم ياسر باش الحليب ديليس باش يبدا بارد. ومن بعد كميه الحليب تزيدوا وتنقصوا فيها كان تحبوا البشاميل نتاعكم عاقده، والا كان تحبوها سائله شويه انتم والتحضيرات نتاعكم. دونك باش نبدا انا من شيرتي. دونك قلنا قد الفرينه قد الجولدينه، دونك هوني نجموا حتى نخدموا بالمغرفه. انا باش نحط مغرفة كبيرة ونص جولدينة، عليها باش نحط مغرفة كبيرة ونص فرينة تو سامبلومون. هما يجيو بالميزان، يجيو مقدار زوز مغارف. ناخذ لك الفرينة، سي انت ظهر لي الفات تاعك حضرتها بريسك، حبيت نعملها بالفويخي. حبيت تجرب باليد باش توري لي هي راهي سهله سهله على الاخر، ما تتكعبرش وامور هانيه. فوالا انا اونتخ طون هذه بدات تغني على روحها، دونك نقصت لها في النار، خاطر لازمها تذوب. كي تذوب نزيدها، قلت لكم كميه الفرينه. اوب دونك البيشاميل نتاعي نطيب الجولدينا والفرينه مع بعضهم لمده دقيقه. ومن بعد نبدا نصب شويه بشويه في الحليب نتاعي ديليس. شوف كان ظهرت لي خضره تزيد لها حليب. انا اونتخ طون باش نبدا نحضر كعبيت الكريب. طيب في الكريب. اي. دونك شويه زيت شويه مش برشا. نحل النار. اب. نكته. نكته زيت باش ما تلصقش. نجمو زيد الزيت نمسحوه هكا في المقله خير. جاكيكا فريمون يمشي في المقلة، يمشي على الحراف زيد الكل. عليك عبيت الكريب نتاعك. استنى البيشاميل بديت. تركوني. هوب. ما
زيت. البيشاميل نتاعكم تنجموا من بعد تزيدوها باغ اكزومبل جبن غابي تزيدوا كميه باهيه كيكا فريمون ما تستحقوش تزيدوا جبن في الصوص. تنجموا تفوحوها انا كفايه احسن تفيح نتاعها ملح وجوز الطيب جوست غابي شويه على البيشاميل تجي حاجه بنينه ياسر. هاي بديت تعقاد تحبها عاقده ولا نص نص؟ نص نص. خاطر باش تكمل تسيب شويه في الفور دونك خلي ولا باش تعطي اللون بالقديم من الفوق زيادة في الفوق. أي. توا باش نفوح البيشاميل نتاعي باش نحط لها ملح. تحب البيشاميل الملح لازم تكون مالحه مليح خاطر ما فيها حتى شيء. ومرة هذي مانيش باش نفوحها بحد شيء خاطر ديجا هي فيها الكغاتان فيها مشخشخه بالدجاج ديجا صوص وكل شيء دونك باش نخلي لها ملح باش نحط لها شويه مش برشا فلفل اكحل. فوالا فما زاده فلفل الابيض زاده يجي باهره. فوالا استنى هذه يا راو انا الكريب اللي يجي نخي. فوالا يعطيك الصحه. دونك البيشاميل نتاعنا طابت الكريب الكعبه الاولى طابت بيان سور. احنا ديجا حضرنا كعيبات اخرين حبينا نوريكم المراحل الكل نتاع البريباراسيون نتاع الكريب كيفاش. دونك اونتر تون حضرنا لكم دي كريب من هكا بالبريباراسيون هذه باش نخليكمش تستنى. دونك هذيا نكملوا نخلطوها ونتكي وظهر لي توا وقيت باش نعملوا الفخس نتاعنا. دونك الفخس نتاعنا باش نعملوها يا اسلام وخيتي. الفخس باش نعملوها بولي فات عليك. اي صبوا شويه زيت. عاد لا تنجم تكثر شويه من الزيت راه ما يسالش معناها. ما باش ما تجيش فهمتك في الكريب عندك الحق. حتى الكريب ما تشربش الكعبه. فوالا الكريب ما تشربش. اما هوني عندنا دجاج وشيخات و باه عندنا بلون دو بولي بزاف دجاج مقصوص دي كوب صغار وعندنا بصل. اي باش نحطو نبداو بالبصل. ملح باش يذبل البصل بالبدا. نحطوا معاه الدجاج والثوم. والثوم بيان. دونك انا بدي الثوم عمري ما نبدا نقليه هو اونبرومي خاطر نخاف لا يتحرق ويخلي اكل المراره نتاعو. دونك كي عندكم كيما هكا دي بريباراسيون فيهم ثوم وبصل ماذا بيكم تحطوا البصل من الاول البصل باش يسيب شويه ماء ومن بعد تحطوا الثوم. بالطريقه هذه الثوم بكلمه هذيك تخليه ما يتحرقش. هكا البيشاميل سي بون. اي فوالا ما تجيش جايه وما تجيش عاقده برشا. اي عاقده برشا اون بليس توحل فيها. اي ما تهبطلكش ما تعملش غطا. الكركم 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 حتى قلت الدجاج يزيد. ما نحطلكش توا الكركم. لا لا نزيدو شويه. باهي حتى سينو باش يتحرق في ساعة الزيت وانا نحب نحط له طماطم باش يسيب الماء نتاعو. حطيت له دونك توا جوست ملح. اي ملح كهو
كما تعرف ملاك الملح يخلي البصل يزيد يذبل هكاك ما يجيش يقزقز في الفم. باه نحطو كركم شويه مش برشا. فوالا توا الريحة البنينة بدات تخرج نتاع الثوم والبصل واللون المزيان. ومن بعد شنو عندك المرحلة اللي بعد؟ من بعد باش نزيد السبناخ باش يهبط. اي على السبناخ يظهر برشا ما هو راو من بعد يهبط يولي ما عادش فما. صح عندك زيادة طماطم حطي لك توا ولا نستناو شوية؟ نستناو شوية. اي السبناخ ديما نردو بالنا كي نحطو السبناخ ما نزيدوش الملح خاطر هو ديجا مالح. هذاك علاش حطينا شويه برك ملح من الاول. طماطم طماطم توا وعنا شوية معدنوس هذاك في الاخر. في الاخر اي هو والزيتون في الاخر. دونك عنا يبقى لنا الهريسة تختي فخيم بعد هذاك في البارد. ايه. باش نخلطوا به الفاخس. دونك الفاخس نتاعنا متكونة من بصل وثوم ودجاج وسبناخ وطماطم. ملح. كركم معدنوس كركم فلفل اكحل وملح. الزيتون الاكحل والاخضر من بعد باش نحطوه. هو المعدنوس. دونك عنا لي كريب طايبين البشاميل حاضرة والفخس نتاعنا ثابت نخليوها تبرد باش نزيدوها المكونات هذوما في البارد واحنا نتلقاو بعد فاصل صغير. مازلتوا بعدنا في الكوجينة اليوم باش نعملوا غراتان تاع كريب. عملنا لي كريب نتاعنا الكل حاضرين وتوا قاعدين نعملوا في الفخس. الفخس حضرت باش نزيدوها جوست لي زيليمون اللي باش يجيو على البارد ما يتيبوش. فوالا اللي هما المعدنوس. المعدنوس والتختي فخيم تاع ديليس. شبن كهو والزيتون يسير بن اوكي الزيتون دونك نردو بالنا مره اخرى نعاود الملح فوالا ناكد على الملح وهريسه شويه هريسه شويه هريسه هذا اللي يحب الحق. الفخس نتاعنا مشخشخ اليوم. وي. جبن حطيت شويه بالعاني باش ما يبداش الميلونج معناتها جاري. جاري ياسر. اه. باهي يا مدام. اوب. وتوا كعبة الكريب نحطوها هكا. خليك تعمل الفخس نتاعك. حطوا شويه من الفخس. Tout de suite. Le four est à 180. Il faut vraiment tahmar mliḥ. Le béchamel. Tout est bon, juste le béchamel. Tahmar. خمسة يشدوا رواحهم مليح نصب عليهم نسقيهم بالبيشاميل اي ما نمشي نحضر الفخماج غبي
ونغطيها. نحط الفرماج غابي. خلينا هوني ديلي سافور غريير. و توا ديريكسيون الفور لمده ابوبخي 10 دقائق والغراتان تاعنا يكون حاضر. بعد 10 دقائق الغراتان تاعنا يسي غراتيني، معناتها الجبن ذاب وحتى من البيشاميل هي بيدها ولا لونها مزيان. ما بقى لنا ظهر لي كان باش ناكلو، ما بقى لي كان باش نشكر اسلام. يعطيك الصحه على المسات نتاع اليوم، يعطيكم الصحه انتم اللي تفرجوا علينا كل نهار على قناه نسمه. يا جماعه باي باي، الى البروشين.